وفقرة التغذية السليمة، ومعنا دكتور ريهام، واتكلمنا عن يعني التغذية السليمة للأطفال، ولكن لسه للحديث بقية زي ما بتقال، لأن هو ملف كبير. لو تسمح لنا برضو نفضل في هذا الموضوع، ولكن للرياضيين بقى، يعني هنروح للطفل، بس الطفل الرياضي إزاي يتغذى بشكل سليم، يعمل إيه، هل اللايف ستايل بتاعه بيبقى مختلف عن الشخص العادي برضو، لأن ده ملف أعتقد في ناس كتير يعني مش فاهماه أو مش عارفة تفرق ما بينه. يعني دي فرصة حلوة ان انا اقول لكل الامهات انه طالما قررتي انه طفلك هيبقى رياضي، فمهم جدا ان هو زي ما بيتمرن وزي ما انت بتختاري له المدرب الصح اللي يحطه على الطريق الصح، لازم كمان يكون في تغذية مظبوطة، لازم يكون في mental health او اللي هو الصحة العقلية كمان، لان دي اركان مهمة جدا في الرياضة. طالما انت شايفة في ابنك انه هيبقى بطل او انت عايزة تعديه لده، يبقى لازم تبدأي التغذية معاه من الاول خالص. طيب ايه فرق تغذية الرياضي عن العادي؟ هو التغذية السليمة عامة المفروض ان هي بتضمن للطفل ان هو ينمو نمو سليم، ان هو يستغنى عن كل الفيتامينات ويستغنى عن المكملات الخارجية وياخدها عن طريق الاكل، ياكل اكل متوازن طبعا، ينمو بصورة صحية، الرياضة بتاعته ما تأثرش عليه لا ذهنيا ولا عقليا ولا صحيا كمان، يعني ما لقيش انه مثلا بعد رياضة عنيفة بدأ يظهر انيميا، حصل بلوغ للبنات فحصل عندها نقص في الكالسيوم او نقص في الحديد، لا، مفروض ان هي تضمن لي انه بينمو نمو سليم بدون اي نقص. كمان زيادة عليه انه اداؤه الرياضي بافضل، كمان يقدر يكمل التمرين على اكمل وجه لاخره، ويقدر يعمل ريكفري او استشفاء سريع للتمرين اللي بعده. يبقى اذا دي فايدة التغذية بالنسبة للطفل او بالنسبة لاي شخص رياضي. طيب انا عندي طفل بيتكون، مفروض ان انا اضمن له زي ما قلت الفيتامينات والمعادن في جسمه تكون مظبوطة، مفروض ان انا اامن انه الطاقة بتاعته كاملة من اول التمرين لاخره، مفروض ان انا كمان اساعده ان هو يبقى مركز عشان لو عنده مذاكرة او عنده مدرسة او الكلام ده كله، وما يبقاش عنده نقص في اي حاجة. يبقى اذا انا لازم اكل اكل متوازن، اكل فيه البروتين حسب طبعا اللعبة اللي بيلعبها، البروتين بتاعه طبعا حسب المرحلة العمرية بتاعته، الكالسيوم، الحديد زي ما قلت البنات في فترة المراهقة، لازم كمان اخلي بالي من الحاجات اللي هو بيحبها وما بيحبهاش، خلي بالي من مواعيد التمرين ان ريليشن للاكل بتاعه، يعني علاقتها، انا ما اقدرش اكل وجبه كامله وانزل التمرين بتاعي، لا، ده انا لازم اعمل فرق حوالي 3 او 4 ساعات. طيب قبل التمرين بساعة أو ساعة ونص أكل وجبة خفيفة توصل للدم بسرعة وما تعليش السكر. حضرتك بتقولي كمان حتى الفيتامينز بتبقى مرتبطة بالعمق، يعني طبعاً يعني الجرعات لازم تختلف طبقا لسن. أكيد أكيد، كل فيتامين ليه جرعة معينة حسب المرحلة العمرية، يعني الطفل غير المراهق غير الكبير في السن. طبعا في حاجات بقى بتختلف من سن لسن، يعني احنا لو جينا نتكلم عن الاطفال غير الشاب غير الراجل، غير بدايه مثلا الشيخوخه او كبر السن، غير فتره انقطاع مثلا الدوره بالنسبه للسيدات، كله ليهم احتياجات مختلفه، في حاجات ثابته للرجاله وللستات. طب المالتي فيتامين ما هو ده ممكن يبقى مفيد ولا؟ خلينا نقول حاجه انه في فيتامينز ممكن تخزن في الجسم زي فيتامين A و D و E و K. الأربع فيتامينات دول لو زادوا عن حدهم بيساوي على طول تسمم أو سمية، ممكن يسبب أعراض جانبية. يبقى إذن أنا، ما هو ده موجود في أي مالتي فيتامين، يبقى إذن أنا ما ينفعش أفرط فيهم طبعاً. لأن الإفراط فيهم هيساوي على طول مشاكل أخرى. يبقى أملاح زي المغنيسيوم لو زاد عن حده غلط، الزنك لو زاد عن حده غلط، وإحنا شفنا الفترة اللي فاتت مع الكورونا الناس بدأت تفرط جامد جدا في استخدام الأدوية طبعاً. وده ممكن يكون أثر عليهم بالسلب. صح صح.